كنا اليوم في الورشة ديال اللي كينظمها التجمع الوطني الأحرار على صعيد جهة مراكش أسفي، ورشة ديال الشباب والمرأة في التسيير والتنمية المحلية. هذه الورشة اللي عرفت واحد الحضور مكثف من المنتخبين ديال التجمع وحتى من الشباب ديال التنظيمات ديالنا. هاد الشباب وهاد المنتخبين اللي كيفتخروا واللي كيعتزوا بالتجربه ديالهم، لانه ما قبل التكوين ديال التجمع الوطني الاحرار من 2017 لدابا كونا واحد الشباب واحد المنتخبين اللي عارفين شنو هو الشان المحلي، وذكرنا بانه كانوا هاد التكوينات وهاد الجامعات وايغيني اكاديمي اللي خدمنا عليها كانت من يعني من الاسباب ديال هاد الناس يدخلوا للمعترك ديال التسيير المحلي بواحد بشكل سلس. اللي مطلوب دابا واللي كيطالبوه من التوصيات اللي جات منها الورشه هو التكوينات، هو استمرار التكوينات، وهو عاوتاني احياء الهياكل ديال الحزب واحياء هاد التجمعات وهاد التكوينات والندوات اللي كيديرها حزب التجمع الوطني الاحرار.